علاقات تاريخيه ومصير مشترك يجمع مصر والسودان على مدار قرون وعليه تواصل القاهره دورها تجاه الخرطوم بهدف الحفاظ على امن الشعب السوداني واستقرار بلاده. وبطبيعه هذه العلاقات المتميزه قام الرئيس السيسي بزياره السودان سبع مرات بين عامي 2014 و 2021. من الحقائق التي تؤكدها الوقائع الكثيره ان لمصر دورا جوهريا في صون السلم والامن على المستوى الاقليمي الى جانب كونها من اهم دول الجوار الفاعله للسودان التي تمثل الازمه الراهنه فيها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقه باسرها فالعلاقات المتجذره الضاربه في عمق الدولتين تجعل مصر والسودان يمتلكان نفس المصير الواحد مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الامن والاستقرار والسلام شهدت علاقات البلدين زيارات قياسيه متتاليه لم تحدث في تاريخ البلدين حيث تعمل السياسه المصريه على اقامه علاقات تتميز بالخصوصيه والتفاهم العميق مع السودان الشقيق وإحداث نقلة نوعية في شتى المجالات. وتعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلا على عمق العلاقات المصرية السودانية. وقد حرص الرئيس السيسي على أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية إلى السودان الشقيق. كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضا. وتوالت الزيارات المباشره لرئيس السيسي للخرطوم وبلغت سبع زيارات كان اخرها في مارس من عام 2021 هكذا تمضي مصر في علاقتها بالسودان الشقيق في ضوء ادراكها الواسع لاهميه الامتداد الافريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالامن القومي المصري والعربي. وفي هذا الاطار تواصل مصر جهودها في التواصل مع كافه الاطراف السودانيه لوقف شامل ودائم لاطلاق النار يحفظ ارواح ومقدرات الشعب السوداني ويحول دون تدخل اي اطراف خارجيه تؤدي الى تاجيج الصراع الجاري.